في اليوتيوب. مرة تجيكم إشهار. أخيرا يعني درنا ما يسمى بمونتيزيشن، اللي هي انه من حين لاخر ربما يكون كاين بعض الدخل الصغير من اليوتيوب، مش حاجه يعني بسيطه رمزيه، ولكن احنا نحتاجه للمال من اجل القيام بكثير من الاعمال. فاللي يقدر يتبرع او يتفضل مرحبا به، واللي او على الاقل راهو يشوف يعني الببليسيتي من حين لاخر. بصح درناها سكيبابل بمعنى انك بمجرد 3 ثواني ولا تقدر تخرج منها، حتى ما تزعجش الناس اللي يندهشوا. واقع الأمر هي هذه الحقيقة، أننا نحتاج إلى دعم الأحرار المادي لكي نقوم بكثير من الأعمال، وأحيانا بعض الأسفار، وأحيانا بعض الأشياء، وأحيانا بعض الاتصالات إلى آخره. عموما هذه